أزول في اللون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الإخوان ديالنا، كنشكركم وكنشكروا الإخوان الصحافة اللي معنا هنايا، وكنقول لهم شكرا على الحضور ديالهم في هذا اليوم اللي هو يوم كبير تبارك الله عند سيدي ربي، وبتأسيس واحد الجمعية اللي هي جمعية فنية أمازيغية الثقافة والفن الأمازيغي وكذلك المغربي عامة. يعني المجموعة مجموعة إسلان عندها واحد الفكرة باش دير جمعية تكون في إطار قانوني للدفاع عن كل ما يتعلق بالموروث الثقافي الأمازيغي وكذلك المغربي في جميع مناطق المغرب وكذلك خارج المغرب. وكنشكروا الجميع الإخوان اللي حضروا معنا في هذا التأسيس هذا ديال هذه الجمعية هذه اللي هي كانت مجموعة فنية اللي نضلات على الثقافة والموروث الأمازيغي منذ 1985 والآن باقة حاضرة وغتهز دابا المشعل الثاني ديال العمل الجمعوي الثقافي الفني إن شاء الله في المغرب وكذلك خارج المغرب.